قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الأربعاء إن روسيا ستستكمل تسليم إيران مندوبة صواريخ الدفاع الجوي أستروتمية هذا العام، وإن عدد أندمية الصواريخ للدفاع الجوي التي تم شراؤها من قبل إيران يتفق مع مصالحها الأمنية المشروعة. وفقا للتقارير السابقة ستحصل إيران على 4 مندوبات محسنة من S-300 بموجب عقد تم توقيعه بين البلدين بقيمة أكثر من مليار دولار أمريكي. سلمت روسيا إيران الدفعة الأولى من هذه الصواريخ، بينما قال لافروف إنه قد تم رفع حظر البيع المفروض على إيران في مجال الدبابات والمركبات المدرعة والطائرات المقاتلة. إذا كانت إيران ترغب في شراء هذه الأسلحة من روسيا فإن الأخيرة مستعدة لإجراء مشاورات معها حسب الإجراءات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن.